عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الكرام، نتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة اللي هي سلو أو السفوف. بما أن شهر رمضان الكريم إن شاء الله على الأبواب، قلت علاش لا ما نديرش معكم واحد الفيديو ولو قصير، نشارك معكم السلو اللي كنوجد وكيجي صحي 100% وبنين على بركة الله. غندوزو المقادير والطريقة في نفس الوقت. عندي هنايا كيلو ديال كيلو ديال اللوز، اللي انا اللوز ما كنسلقوش وما كنقليش، لانه كيف كتعرفوا القلي غير صحي لينا ولوليداتنا. كنتفادى القلي، خديت اللوز فقط كندخلو الفران، كنخليه حتى كيتحمر شويه نصف تحميره، وكنخليه حتى كيبرد وكندوزو وكنطحنو على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. انايا فضلت باش ما نطولش عليكم في لا فيديو، وجدت كل شيء من قبل. عندي هنايا الجنجلان او السمسم اللي هو هذا، حمرته وطحنته حتى هو على هذا الشكل هذا. عندي هنا كيلو اللوز، كيلو لاروب الجنجلان، وعندي الدقيق حتى هو حمرته كيلو لاروب على هذا الشكل هذا. كنحمرو في الكوكوت، لا داعيه للفرن، حمرتو في الكوكوت تتوقفوا عليه حتى كيتحمر وكتغربلوه مزيان. كيف قلت لكم هادو هما المقادير. عندي هنايا جوزة وحده اللي حمرتها في المقله، من بعد غادي نحكوها. عندي هنايا زيت الزيتون، انا ما كنجمعش سلو بالزبده، لان كيف كتعرفوا الزبده غير صحيه، من الاحسن زيت العود، ولكن ممكن اللي بغى يدير الزبده يدير الزبده، كيذوبها مزيان وكيصفيها من داك الماء باش ما كيخنزش لينا السلو، وكتجمعوها بالزبده. عندي هنايا شويه الجنجلان اللي خليته باش نضيفوا السلو من بعد، باش كيعطي فيه داك القرمشه زوين. عندي هنايا القرفه، واحد جوج معالق كبار ديال القرفه. عندي هنايا شويه ديال اللوز اللي سلقته وقليته في المقله في الزيت فقط للتزيين. وعندي هنايا ثلاثه المعالق ديال حبه حلاوه والنافع اللي حتى هما حمرتهم في المقله وطحنتهم. وعندي هنايا العسل، هو اللي باش غادي نجمع السلو ديالنا. ممكن ديروا السكر كلاصي، عفوا ممكن ديروا السكر كلاصي، الا ما عندكمش العسل تكتفيوا فقط بالسكر كلاصي حتى هو كيجي زوين. وعندي هنايا شويه ديال الملحه على بركة الله. غندوزو للطريقة اللي سهلة ان شاء الله. كيف كتشوفوا معايا هاد المقادير هادو، غادي نخلطوهم. كيف قلت لكم اخواتي، كنبداو هاد المقادير ديالنا كنبداو نخلطوهم بسم الله على هاد الشكل. ضروري تكون شي حاجة واسعة، او لا ديرو في القصرية، او لا كنخلطو النواشف هما الاولين بحال هكا. واحد الرائحة طالعة ما نقولش لكم، الروائح زوينة زوينة بزاف. وكيف قلت لكم الدقيق كتحكموا في التحمار ديالو، وباش انا كنعرف بان الدقيق تحمر ليا مزيان او لا صافي داك اللون اللي بغيت، كناخذ شويه ديال الدقيق كنديرو في واحد الطبسيل، وكنخوي عليه شويه ديال الزيت باش كنشوف اللون ديالو كيف جا. تما كتعرفوا او لا كتشوفوا اللون ديال الدقيق ديالكم واش صافي او لا كتزيدوا. صافي اخواتي، غادي نضيف هنايا النافع وحبه حلاوه، غادي نزيد القرفه، غادي نزيد شويه ديال الملح، واحد القريصه الملح، غادي نحك جوزه اللي كيف قلت لكم ضروري تحمروا، ضروري ديروها في المقله تحمروا عاديه. ما غاديش نديرها كامله، فقط غادي نكتفي بالنصف. كيف كتشوفوا معايا اكتفيت فقط بالنصف، كيف كتعرفوا بان مجهده الكوزه مجهده. صافي غادي نخلطوا بحال هكا، وكيف قلت لكم غادي نجمع بالزيت الزيتون.
انا هنايا ما درتش المسكه الحره لان ما عنديش، نتوما غادي تزيدوا المسكه الحره حتى هي صافي. بسم الله غادي نزيد العسل كيف قلت لكم. انا عندي هنا 280 غرام، وانتوما راه كتحكموا اما ديروا العسل اما ديروا العسل والسكر كلاصي. انا هنا غندير هذا العسل، ومن بعد الا خصني غادي نزيد السكر كلاصي ان شاء الله صافي. وغادي نبدا نزيد زيت الزيتون اولا زيت العود بسم الله صافي. وكنبداو نخلطو غادي نبداو نزيدو بشويه بشويه على هذا الشكل. ثم كاين اللي كيدير واحد القضيه بان داك الزيت فاش كيتقلي اللوز هو باش كيجمعوا السلو كيخلطوا مع الزبده اولا مع زيت العود، اللي ما كيكونش عنده زيت العود متوفر، ولكن انا كنكتفي بزيت الزيتون والعسل كيجي صحي اكثر. صافي انا غنبقى على هذه الطريقه حتى نجمعوا السلو، كتبقاو ديروا هذه الطريقه هذه. انا عندي الطبسيل شويه صغير، نتوما ممكن تهزوا شي بانيو او لا شي قصريه اللي عندكم كبيره. انا عندي قصريه تقريبا قد هذا الطبسيل يعني ما كافياش. صافي غادي نبقى على هذه الطريقه، ومن بعد على حسب السكر كندوقوا السكر ديالنا واش نزيدو او لا ننقصو. انا غنكمل تقريبا هنايا واحد الزلافه ديال العسل، واحد الزلافه قد هذه ديال العسل. هنا غادي نضيف هاد الجنجلان حتى هو صافي. اللوز غادي نخليه للتزواق صافي. اخواتي غادي نبقى على هاد الطريقه تنجمع السفوف ديالنا. انتم كيف كتشوفوا راه ساهلين. غادي نبقى على هاد الطريقه هادي خواتي. من بعد ما سالينا جمعنا السلو ديالنا على هذه الطريقه كيجي على هذا الشكل هذا كيف قلت لكم. نتوما كتحكموا بالحلاوه ديالو، ممكن تزيدوا السكر اولا سكر كلاصي اولا تكتفيوا بالعسل، نتوما كتحكموا في اللي بغيتوا صافي. على بركه الله غادي ندوزوا هذا اللوز هذا غادي نضيف منه شويه وشويه غادي نخليه باش نزوق به، وغادي ندوزو باش نقدمو مع بعضياتنا هذا السلو ان شاء الله كيجي رائع صدقوني ان شاء الله. غادي تجربوه وخليو لي لي كومونتير هاد الطريقه هذه بدون قلي بدون زيت بدون دهون صحي 100% ان شاء الله. غجربو وردو عليا، حنا غادي نقدمو مع بعضياتنا شي طبق بسم الله.
وانتوما كيف كيجي رائع. كيف قلت لكم ان شاء الله غتجربوا هذه الطريقه ديال اللوز بدون قلي، كتجي فعلا رائع جدا. اخواتي كانت هذه هي النتيجه ديال السفوف او السلو كنقدموا على هذه الطريقه. هذه كيجي رائع ان شاء الله، غادي تجربوه وغادي تردوا عليا الخبر. وانا كيجيني سهل وبسيط، خاص غتوجدوا اللوز وما فيش العذاب او القلي او الزيت، فعلا يستحق التجربه. كيجي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، انا قدمته لكم على هذا الشكل هكا. ممكن تقدموه كيف ما بغيتو، تديروه صغيورين او لا، المهم تقدموه كيف ما لكم الاختيار. انا قدمته على هذا الشكل هذا، شكل بلدي، وان شاء الله غادي تجربوه وغادي تردوا عليا الخبر. ويلا العيالات حيدوا العجز ونوضوا لراسكم ولوليداتكم سلو وفرحوهم، وليهم منافع كثيره بان باش ياكلوا هذا اللوز وهذا الجنجلان. كيف كنعرفوا اللوز والجنجلان ليه فوائد كثيره على الصحه ديالنا. ونتمنى تعجبكم لا فيديو ديالي او لا الوصفه ديال اليوم اللي هي سلو، كيجي على الطريقه هذه صحي كيف قلت لكم بالعسل بلا ما نبقى نعاود في الهضره. ان شاء الله ولا عجبتكم الوصفه ديالي او لا لا فيديو اليوم، بارطاجيوها مع الحباب والاصدقاء. ونخليكم الى وصفه اخرى ان شاء الله وفيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم.